السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني خواتي، مرحبا بكم في برنامج صيف المراكز اللي يكم كل جمعة وأحد ثلاثاء في تمام الساعة 44 دقيقة على شاشتكم شاشة تلفزيون الشارقة. نحن اليوم متواجدين هنا في مركز الطفل بالرقة علشان نشوف فعاليات ورش أصدقائنا الأطفال. تابعونا في دقائقنا التالية. حياكم الله يا أحبابنا، الموسيقى يا أصدقائي لها أنواع كثيرة وأدوات متنوعة. في مركز الطفل بالرقة بنحضر نحن وياكم تدريبات الموسيقى اللي يوفرها المركز لمنتسبيه. هنبدأ التدريب الجزء الأوسط في السلام الوطني. هنجرب إزاي يعني نخلي صوت إيه الجزء ده نغنيه من أول تراب تا تي تا تا. استعداد 1 2 3 4 بام بام. أنا اسمي عمر طارق محمد، أنا من مركز الطفل بخلفكان. شو تعلمت اليوم؟ اتعلمنا اليوم كيفية ضبط الإيقاع في السلام الوطني، وبرضو اتعلمنا عن المارش العسكري اللي هو اسمه أرمي مارشنج. على أي آلة تعزف؟ على آلة الساكسفون. السلام عليكم، نتعرف عليك. وعليكم السلام، اسمي ميثا حمد الكربي. من أي مركز؟ مركز البطائح. شو تعلمت اليوم؟ ضبط النشيد الوطني والقماش. على أي آلة تعزفين؟ كلارنيت. شكرا. عليكم السلام، أنا اسمي هناف محمد حسن. شو الآلة اللي في يدك؟ هاي اسمها الفلوت، هاي آلة نحاسية نفخ. تحبين تعزفين عليها؟ لأن أنا متدربة وايد عليها، فعشان كذي أحب أعزف على هاي الآلة. شو تعزفين عليها؟ مرات النشيد الوطني ومرات المارش مالنا اثنينة، ومرات يخلونا نعزف مقطوعات عليها. السلام عليكم، نتعرف عليكم، من أي مركز؟ محمد نور، أنا من مركز خرفكان مركز طبل. شو الآلة اللي تعزف عليها؟ طبل. شو المعزوفات اللي عزفتها اليوم؟ العيش بلادي والسولو. شكرا. أصدقائي الأحباء، نتمنى فقرتنا نالت إعجابكم وندعوكم لمتابعتنا بعد الفاصل في فقرة بتحمل أجواء بطولية. نرحب فيكم من جديد يا أخوان وخواتي. بتنطلق بعد لحظات بطولة السباحة للذكور، مثل ما أنتم شايفين الأولاد وايد متحمسين ونحن كذلك، خلونا نتابعهم. طيب
الثاني يقول لي البطولة اليوم هذه فئة الطفل. طبعا احنا من بعد العمل خلال السنة يعني اشهر السنة مستمرين بالتعليم، تعليم المهارات، مهارات السباحة، فعادة نقيم بطولة من اجل تقييم عمل المدربين، ونقدر من خلال هذه البطولة نشوف مدى استفادة الاطفال لما تعلموه خلال الفترة الماضية. فعادة نعمل بطولة للفئة الصغار اللي هم البراعم اللي تحت 8 سنوات، ونعمل بطولة أيضا لما هم أكبر من هذا العمر. فاليوم احنا في بطولة السباحة للطفل، فيها سباقات السباحات الأربعة، الحرة والظهر والصدر والفراشة، فيها سباق تتابع، ومن خلال هذه البطولة ممكن الولد يعني يقيم ذاته ويقيم عمل يعني ما استفاده هو في الفترة السابقة، وبها تتويج يعني ميداليات، وفيها فرق فائزة، يعني بطولة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. سعيد عبد الله الحسين. سعيد، كيف كانت تجهيزاتكم للبطوله؟ اول ما جينا، اول كنا في المركز، عندنا في المركز تدريبات سباحه، فقبل شهرين كنا كل يوم نتدرب، واخر اسبوع اسبوعين كنا نيجي هالمسبح نسبح ندرب هنا عشان نتعود على المكان. كيف تجهيزاتكم كانت للبطوله؟ والله تجهيزاتنا كانت صعبه شوي، بس مع الاستاذ محمد مشايخ يعني الله يعطي العافيه دربنا بكفاءه وجهد، الحمد لله الله يعطي العافيه. طيب شو توقعاتك للنتيجة؟ والله التوقعات الله بيعرف بيها، بس أنا بتمنى أن نكون بالمركز الثالث. تدربت على الستارت والسرعة وكيف أخذ النفس، فرغت كل طاقتي. يوسف يوصل. يوسف من أي مركز؟ السميت. أي مركز جبت بالبطولة؟ ثالث. اخوان وخواتي، هذه كانت بطولة السباحة للذكور. بننتقل الى فقرة جديدة ولكن بعد الفاصل. شكرا لكم يا اصدقائي على متابعتكم لفقراتنا وورشنا اليوم. بهذا وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج صيف المراكز اللي يكم بالتعاون مع مراكز أطفال الشارقة. لكن قبل الختام مثل ما تعودنا أن عندنا مسابقة وجائزتها 500 درهم مقدمة من مؤسسة الشارقة للإعلام من تلفزيون الشارقة. سؤال حلقتنا اليوم يقول: متى كان أول انعقاد لمجلس شورى أطفال الشارقة؟ طبعا سؤالنا خفيف وسهل عليكم، وجاوبون على سؤال حلقتنا اليوم على حساب تلفزيون الشارقة Sharjah_TV على مواقع التواصل الاجتماعي. لا تنسون بعد تحطون هاشتاج صيف المراكز علشان تدخلون يانا السحب. بهذا وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج صيف المراكز. نلقاكم في حلقة جديدة ومع السلامة.